خلينا ننتقل الى القصة التي اصبحت حديث مجموعة من الناس المهتمين بالقنوات الدينية وتحديدا الشيخ خالد الجندي. فوجئنا بحوار صحفي نشرته جريدة الاهرام الرسمية اجراه نقيب الصحفيين والكاتب الصحفي الكبير الاستاذ مكرم محمد احمد مع فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر الشريف. تحدث فضيلة الامام في امور عدة تخص العالم الاسلامي والشؤون الاسلامية والازهر، ثم افرض مقتطفات للحديث عن قناة ازهري. قال الامام كلام اعتبره البعض نوع من انواع الهجوم الحاد على قناة ازهري. قال الدكتور احمد الطيب ان قناة ازهري رغم ان اسمها ازهري ولكنها لا تتبع الازهر الشريف ولا تمثله. وقال الدكتور الطيب ان مدير القناة او رئيس القناة وهو كما نعلم هو الشيخ خالد الجندي ليس عالما ازهريا. وزاد الدكتور الطيب في اتهامه للقناة وقال هذه القناة مصادر تمويلها ليست مصرية، مما يجعل هناك نوع من انواع الشكوك في مصادر تمويلها. الكلام ده الحقيقة قابله النهاردة فضيلة الشيخ خالد الجندي برد الحقيقة انا شخصيا وانا رأيي لا قيمة له، بس انا شخصيا عندما قرأته احترمت جدا الشيخ خالد الجندي. الشيخ خالد الجندي قال في رده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا امام؟ الله يغفر لك ويعفو عنا وعنك ويبارك فيك. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا وأن ينظف صدورنا وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. اللهم آمين. قال في رده قلت في ردي سمعا وطاعة يا إمام الأزهر الشريف، يا فضيلة الإمام، سمعا وطاعة ولا تعليق على قولك، فأنت أعلم بأحوالنا من غيرك وأنت أدرى بما تقول، وأنت لا يرد عليك لمكانتك التي لا يضاهيك فيها أحد، ولن يأتي الوقت الذي نسمح فيه لأنفسنا بأن يتطاول أحد على مقامك الكريم، لأننا نجلك ونحترمك ونعتبرك قدوة لنا، وسنظل كذلك إن شاء الله ملتفين من حولك، ونجدد بيعتنا للأزهر ولرجاله وعلى رأسهم أنت يا فضيلة الإمام. الحقيقة وأنا مش عايز أبقى يعني مصادر لحكم الناس، لكن كلام ينم عن اولا سماحة في شخصك الكريم يا شيخ خالد، رقم اثنين ينم عن يعني منهج. اذا كنا نحن نمثل صورة للاسلام فهذا هو الاسلام. نعم. وعندما نتحدث عن قيمة ورمز كبير كشيخ الازهر الشريف يجب ان نخاطب بمثل هذا المنطق المحترم وهذا اللسان العذب. وهذا ما نريد ان نؤكده يا استاذ تامر للجميع، اننا يجب ان نكون قدوة في انفسنا اولا اذا اردنا ان يقتدي الناس بنا، اما اذا فشلنا في ان نكون قدوة للناس فالحقيقة كل الكلام الذي نقوله يصبح عبثا لا طائل من ورائه. اننا نحترم فضيلة الامام ونجله، وان اختلفت وجهات النظر وان اختلفت الاراء، ولكن الاختلاف بين العلماء لا يكون على ساحات الاعلام والفضائيات، ولا يكون بالتراشق بالكلمات، انما يكون بالافعال لا بالاقوال. ولذلك نحن نحترم الامام ولن نسمح للذين يعني يهمنا الاصطياد في الماء العكر. أيوة. ان يعكروا ما بين العلماء او يوقعوا بين علماء الازهر الشريف. ولعلي اقول وبكل صراحة وتجرد انني اشك ان الامام لم يقصد ولا كلمة من الكلمات التي قالها في حقي وفي حق قناة ازهري، واظن ان ذلك واضح من التعقيب الذي قام به المتحدث الرسمي باسم فضيلة الامام الاكبر. أيوة. وان كان على ذلك التعقيب تعقيب اخر، لكن ليس هذا وقت ومحله. نعم، ليس هذا وقت ومحل، ولكن الحقيقة يعني انا اشرف بانني بفضل الله عز وجل من علماء الازهر وامام وخطيب ومدرس بوزارة الاوقاف بفضل الله تبارك وتعالى. لا طب لو سمحت لي يا مولانا. نعم. يعني انا لا اريد ايضا ان تدافع الان عن شخصك الكريم، وان كنت ليس في موقف التهام، ولكن برضو انا لا يعنيني شخص خالد الجندي مع كامل احترامي لقدره في الاوساط الدينية، لكن انا يعنيني الجملة التي قلتها فيما يتعلق بان الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب هو اعلم بانفسنا حتى من
أنفسنا. نعم. لكن فيما يتعلق بكلامه عن مصادر تمويل القناة، هذا يحتاج مش رد على الإمام ولكن توضيح للعامة والمشاهدين حتى لا يثبت هذا الكلام فيصبح هناك شبهة في أموال قناة أزهري. هو ببساطة متناهية، هو الحقيقة الذي يلقى بالأحجار هو الذي يعمل، أما الخامل المتكاسل النائم في الظلال لا يلقي له أحد بالا ولا يوجه إليه أي نقد. طبيعي. يعني إذا كنت تريد أن تنتقد اشتغل، فإحنا قررنا أن إحنا نشتغل، قررنا أن إحنا نعمل حاجة لله. إحنا الحقيقة نادينا مرارا وتكرارا يا أستاذ تامر أن يكون للأزهر قناة، وقلنا ذلك مرارا وتكرارا وعلنت ذلك في أكثر من مناسبة. صحيح. ولكن الحقيقة لما لم يحدث هذا الأمر قررت أن أبدأ بنفسي وأن أعمل أنا والمخلصين من المسلمين، ولا أقول من المصريين فقط لأننا لا نفترض أن الإخلاص للمصريين دون غيرهم، هذه نظرة عنصرية مقيتة وغير مقبولة. تمام. فنحن نقول أن الإخلاص في المسلمين كافة، هذه واحدة. الثانية أن الأزهر محمية عالمية ولا تملكها مصر وحدها، يعني الأزهر يملكه العالم، العالم كله، لا أقول العالم الإسلامي فقط، الأزهر منارة، الأزهر مركز إشعاع الحضارة في العالم كله. صحيح. وبالتالي فمن حق أي أحد أن يغير عن الأزهر. ومن لا وأعتقد يا شيخ خالد كمان أن ليس شرطا عندما لا تكون الأموال مصرية خالصة أن تكون مشبوهة. لا طبعا أعوذ بالله. يعني عندما نقول ذلك نحن نرسي مبدأ خطير، أننا نقول لكل الاستثمارات الخارجية الموجودة في مصر انسحبوا لأن أموالكم مشبوهة. احنا ننادي الاستثمارات العربية والخليجية والأوروبية والعالمية ونقول لهم أن مصر فيها من الاستقرار ما يصبح بمناخ آمن للاستثمار. فبعد ذلك نتهم أي إنسان يأتي إلينا، وخاصة أن هذه القناة الوحيدة على ما أعلم الوقفية، هي قناة وقف لله عز وجل. والدليل على ذلك أننا منذ عام، منذ افتتحنا القناة بفضل الله ولم يدخل جيوبنا مليما واحدا من أي جهة ولا من أي إعلانات. والذي يتكلم فيها هم علماء الأزهر وأساتذة الأزهر والعاملين بالأزهر. تمام. والأئمة بالأزهر والأئمة بالأوقاف. نحن لم نأتي بإمام يعني مشكوك فيه أو عليه ملاحظات أو يدعو إلى التطرف. وفي النهاية يعني أعتقد يا مولانا أن المشاهدة هي العبرة والحكم، يعني على من يتشكك، على من يسأل، على من يريد أن يتأكد يشاهد ويحكم إذا كان هناك تجاوزات في القناة أو أنها قناة تريد الوسطية والاعتدال وتصحيح صورة الإسلام. هناك أمر رابع، يعني لابد أن نراهن على ذكاء الجمهور كما قلت. نعم. ولكن هناك أمر رابع. الأزهر مع احترامي وتقديري له واحد من الاثنين، هذا البيان الذي يشكك في أموال القناة واحد من الاثنين. إما عندهم أدلة يقينية إما عندهم ظنون. تمام. إن كانت عندهم أدلة يقينية لماذا تفطرون علينا؟ لماذا لم يتجهوا للنائب العام ولا للأموال العامة ولا للمدعي العدل الاشتراكي ولا للجهات الرقابية ولا للرقابة الإدارية؟ الأمر الثاني، لو ما كانش عندهم أدلة، هل هذا مبدأ أن يكون أئمة الدين يتكلمون بالظنون؟ هذا كلام غير مقبول، ونحن ننأى بأنفسنا وبأئمتنا أن يقعوا في هذا المبدأ. نحن لا نتكلم بالظنون ولا نسمع الأقاويل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أحسنت يا مولانا، لكن يبقى الحقيقة الاحترام الكامل لشخصك وللقائمين على القناة في هذه النقطة المهمة التي يعني أريد أن أختم حديثي معك بالتأكيد عليها، وعلى أن احنا علينا نحن أن نحمي ونقدس قيمة هذه المكانة التي يحتلها الدكتور أحمد الطيب حتى نجبر الآخرين على احترامها وتقديسها حتى لا نكون نحن أول المتجاوزين. شكرا جزيلا يا شيخ خالد الجندي.